عملية حية لعملية صيد تعبان. الناس ضيوف انت هتفضحنا. استاذ احمد، من امتى وانت بتصطاد تعابين؟ يعني من حوالي 8 سنين كده ولا حاجة، 8 سنين. من 2010، من 2010 2011 تمام. شغال في الموضوع ده. التعابين ليها موسم بتنشط فيه ولا في اي وقت مثلا؟ طبعا طبعا في الصيف، في بتعمل الصيف بيات شتوي. يعني. التعابين ليها بيات شتوي بتطلع في الصيف بس. بتطلع في الصيف بس. تمام. ده نوعه ايه اللي في ايدك؟ ده بقرون. يعني ده تعبانه بقرون، ده اللي عضته بتموت، ده عضته صعبه جدا. طبعا. طب انت متدرب على المسكه دي ولا طبعا ولا انا كذا ماسكه بنمسكها لي. ده اللي هو بيمشي بالجنب مش ده بيمشي بالجنب. بص ده. ايوه. طبعا احنا عارفين ان التعابين ليها استخدامات طبيه، صح طبعا كده؟ طبعا اللي هو طبعا. بيستخدم دي ماسكه غير الماسكه الاولانيه. الماسكه الاولانيه طبعا دي ماسكة اللي هي من تحت من تحت الراس دي، ما فيش منها خط. بص حضرتك، نيابه هو حاجته زي ما هو، وقرونه وكل حاجة موجودة. طب استاذ احمد، هل انت صيد التعابين ده يعني ده هواية وراثه ولا هواية هوايه؟ وراثة وهواية. يعني كان جدي الله يرحمه كان الله يرحمه. متعة وأنا بصطاد تمام. يومين على الله في الصيف، من أول مثلا نقول من أول 5 كده لحد آخر 8، وأنا يومين على الله أطلع أجيب. تمام. بتصطاد قد ايه مثلا في الموسم؟ يعني بتصطاد يعني كم؟ من 40 ل 60 جوز في الموسم، من 40 ل 60 جوز. يعني 120 تعبان. وزيادة كمان. 120 تعبان. طبعا دلوقتي ما فيش رهبة بس في الحذر. لا في الحذر يعني موجود، لان بس ما اخافش منه. ده كائن، عارف انه يعني خلاص اخذنا على بعض. انا ممكن اطلع في اليوم اصطاد 5 4 3 6 7 انا ونصيبي، ممكن ما اصطادش عادي ما فيش مشكلة. بس طبعا انت درست الحياة بتاعت التعبان، طبعا بيعيش طبعا. فين وبيحب ايه وبيعمل ايه وبياكل ايه وبيشرب ايه وبيمشي ازاي، مشيته ازاي. اصل مشيته دي مش اي حد يعرف يمشي ورا مشيته دي. تمام. انتوا بتخطفوا الاثر وراه، يعني انت بتبقى عارف ان هو طلع من بمشي ورا الحته الاثر. بمشي ورا الاثر بالليل. استاذ احمد من قريه الالمون، احد صائدي الافاعي والتعابين. استاذ احمد زوام. استاذ احمد زوام، احنا طبعا يعني احنا فخورين ان في حد زي حضرتك في الوادي بيمنع الاذى عن الناس. طبعا اروح، طبعا في ناس بترن عليا بروح لهم، ما بتاخرش في اي مكان. تمام. اي مكان جبلي بروح لهم، ما بتاخرش ابدا. هل في حاجات بتحطها له عشان تبقى يعني تعرف هو، لا يعني اي بتحط حاجه له اكل مثلا عشان يطلع عليه، او بترش حاجه في المكان عشان؟ ولا اي حاجه. بس انا يعني من كتر خبرتي ليه ممكن اشم ريحته، ممكن اتعامل معاه بطريقه اعرف اخرجه من المكان اللي هو فيه، اعرف اتعامل معاه. ليه اسلوب تعامل يعني؟ ليه اسلوب التعامل. واجيبه حي احطه في بطرمان وكده زي ما هو حي كده، ممكن ياخد سنه واتنين في بطرمان ما يموتش. بتحط له اكل ولا اي حاجه؟ ولا يعني هو ممكن ياخد سنه في جحره ما يخرجش وما ياكلش سنه. سنه. طب دي معلومه مهمه ان الناس تعرف، ان التعبان ممكن يقعد سنه من غير ما ياكل، يعني سنه. وممكن كمان يبقى في بوخ وتطبع عليه البوخ ويقعد جوه ويعيش عايش حياه طبيعيه جدا ولا تفرق معاه. يبقى بعيد عن بس ليه؟ ما ينفعش. على فكره الارض زقع عليه. الارض زقع خالص جدا. يا سلام. والله. الاستاذ احمد زوام بيلاعب التعابين بتوعه. طبعا دول اصدقائه. التعبان ده من نوع ابو قرون، هم سموه كده طبعا، الاسم العلمي غير كده، بس هو يعني احنا هنا متعارف عليه الثعبان المقرن يعني. لانه في بص حضرتك، دي قرون اهي. هو عيا دكتور. بص دي قرون اهي، ادي واحد وادي واحد اثنين. تمام. احنا مسمينه الثعبان ابو قرون. سامع الصوت؟ سامع الصوت؟ ايوه.
اخوانا طبعا التعامل مع الكائنات دي بيبقى بحذر جدا. الكائنات دي كائنات يعني نقدر نقول عليها كائنات ملكيه، مش اي حد يتعامل معاها. طبعا طبعا احنا سامعين الصوت ده 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 نفخ التعب. روح فين؟ قرب لمين؟ قرب عشان تعرف ايه. اتمنى كده اطلع الطلعه دي. خايف جدا. تعبان اللي خايف؟ خايف جدا. هنفتكر عليا انا، كنت اقول لك انا مش خايف، انا مرعوب بس يعني ما ماليش دعوه. والدكتور احمد حنفي يا اخوانا بيقول لي قرب. قرب فين انا يا دكتور؟ قرب يا عم. خلص احمد. طبعا عشان اخش انا وسط. استاذ احمد زوام طبعا. استاذ احمد الحاوي الله يعينك. طب التعبان ده في مرحله الشباب ولا كبير؟ ده لسه شباب. ثلاث سنين اربع سنين مش اكتر ولا اقل. طب هو يقدر يعيش لغايه قد ايه يعني مثلا؟ زي ما انت عايز يعني. بص دامت موفر روحه ومحدش اذاه يعيش. يعيش ممكن 20 30 سنه. تمام، واخد بالك؟ طبعا زي ما احنا شايفين كده. استاذ احمد اديني ظهره. لا ظهره. بص ايوه، ده القرون اهي اخوانا. استاذ احمد ماسكه طبعا المسكه المعتبره بتاعته اهو من الديل. انا السنه اللي فاتت جبت تعبان وزنه كان حوالي 2.5 كيلو الطول. يعني انت بتتكلم على بطه مش على تعبان؟ لا 2.5 كيلو فعلا وزناه، وكان اقصر من دي حاجه بسيطه، والتخن كان يعني تخن ايدي كده تمام، بس ما قدرش يستحمل في الحاجه اللي احنا كنا حاطين فيه. مات. استخرج منه السم والدهن والجلد. في ناس بتيجي تاخد جلد، في ناس بتيجي تاخد السم، وفي ناس تيجي تاخد ال يعني في تسويق ليكوا؟ لا 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 لا، احنا مش عاملينه كتسويق، احنا بنعمله كهوايه تمام. ولله اللي عايز تعبان بيقول ده انا مثلا عايز الدهن بتاعه عشان ما علشان العظم والركب والحاجات دي. احنا يعني بيعالج الغضاريف تمام، وبنجيبه لحد عنده كمان يعني. والله يعني دي حاجه طيبه جدا. هو بص سامه جدا جدا بس مش مؤذي. يعني ايه حضرتك؟ يعني ان انا لو ما جيتش جنب منه ما يجيش هو جنب مني، مش هيجي جنب مني. جميل. يقول لك مثلا ايه، لا تاذيني ولا اذيك، بس هتيجي جنبي مش هرحمك. يعني احنا كان معانا واحد كان بصراحه قرب يموت بسبب الموضوع ده، عضو تعبان من يومها بقى، واحنا شغالين في الموضوع ده. وبعدين الهوايه يعني بدايه التحرك بتاعكم كانت في واقعه مع احد الاصدقاء. تمام. وبدات ان انتوا تتحركوا معاهم يعني. كان معانا شخصيا وانا رحت معاه، بس بصراحه كان موقف وحش جدا يعني. جميل. طب ده قرون دي اللي هي اللي موجوده دي. هي دي قرونه، لكن نيابه بقى اللي هي فيها السم هي اللي هي دي. تمام. بس هو انا طبعا عشان انا ماسكه جامد يعتبر زي المتخدر يعني، بس انا لو سبته فظيع. جميل. الناب بتاعه دكتور، الناب بتاعه بص اللي هو اللي فيه السم كله. يعني انا لو المفروض ان هو مسك العصايه كده يبخ في سمه في العصايه يعني، بس هو عشان علشان طبعا الجو شتا ويعتبر بردان يعني. بص حضرتك بص الناب. شفت الناب مسمون ازاي؟ المفروض ان انا بخلع له نابه الاول. اهو هو ده. الناب اللي بيطلع منه ده. تمام. ايوه هو ده اللي فيه السم. أيوة. هو ده اهو. ايوه طبعا يعني تمام يا زحمة. ده طبعا معاكم تاني وحاجات معانا في كتير. احنا عندنا يجي 10 ايه بقى في العلبه ده؟ ممكن ده تعبان تاني. ده تعبان تاني. ممكن نطلعه لحضرتك دلوقتي. ممكن بس توريه لنا بس بعدين. اتفضل. ده حاجة أكبر من كده يعني، أكبر من كده جامد يعني. أهو حضرتك. شوف ده من ده. بص. ده طول فعلا. ده طبعا ده سنه أكبر منه. وطبعا وبعدين ده تقريبا كل ما يكبر برضه بيتخن ويقصر. يقصر عن كده على اللي بالك. أيوه. طبعا هو كده متعصب. بص. شايف النب. أهو. الناب اهو شايف قد ايه؟ يا بص السم بقى اهو السم اهو. ده السم ده هو ده هو السم. كانكم بتحلبوه، بيتحلب السم بالطريقه دي. تمام. طبعا السم بتاعه طبعا غالي مش كده؟ جدا. سم زي سم العقرب بالظبط. تمام. تقريبا الجرام بكام كده؟ في الكام؟
والله احنا مدخل يعني ما بنحاول يعني يعمل له 10,000 10,000 دولار بنحاول نجري على الموضوع ده ان شاء الله. حاجه طبعا يعني طبعا. الاستاذ احمد زوام اتنين اخوات بيرفعوا الاذى عن قريه بالكامل, قريه القلمون, بل بالعكس الناس بتطلبهم لصيد التعابين من اماكن تانية, ودي طبعا الناس ما بتتاخرش, فضلا ان هم طبعا بيستخدموا الحاجات دي طبعا في العلاج, والناس ما بتاخروش مع اي حد بيطلب منهم حاجه زي كده للعلاج. بنروح الجديده وبنروح الراشده, بنصطاد من كل مكان الحمد لله. بنروح الجديده وبنروح جميع غيطان الالمون وناحيه موت, اي حد بيرن علينا في اي مكان ما بنتاخرش, بندور الموتوسيكلات ونروح. اللذه في الهوايه ليلا يعني اللذه في الهوايه ليلا ليه بقى؟ ان هو ده ما بيطلعش غير في الليل. ده يقول لك ايه ده, زي ما انا بسمع اقاويل عن جدودنا وابهاتنا ايه, ان ده يأذن العصر في ودنه يصحى, المغرب يأذن المغرب يطلع من مكانه, تمام, يأذن الفجر يثبت في مكانه لو كان فين, يا سلام, يعني اقرب مكان يستخبى فيه. دي مقولات طبعا متناقله بين يعني حقيقه, احنا اول ما تطلع الشمس ينام ان ده, وبعدين ممكن يمشي, ممكن يمشي بالليل بالعشرة كيلو وزيادة كمان, يمشي بالعشرة كيلو يعني. احنا ممكن نشوف ان احنا الصبح بنتابع الايه الاثار بتاعته, الجرة الاثار بتاعته, طبعًا. ممكن نمشي وراه من هنا مسافة طويلة جدا يعني. طب في حد بيساعدكم تاني معاكم؟ معانا شباب يعني اللي كل اللي مثلا بنقوله احنا طالعين عايز يجي بيجي للمتعة يعني, راجل بيتفرج الهواية ليلا. طبعا معايا صديقي محمد حسين برضه بيطلع معايا. صديق محمد حسين محمد حسين ضحاوي ده معانا على طول بصراحه يعني. لا طب انتوا حابين ان انتوا تعملوا فعلا مشروع في المستقبل وتاخدوا مساحه طبعا جدا جدا, على الاقل نستفاد من المواضيع دي, فلك تبقى هوايه فعلا, انتوا بتفيدوا البلد, بترفعوا البلد على الاذى عن البلد وحاجه زي كده تبقى حاجه يعني. ربنا استاذ احمد انا بس حابب استفسر عن حاجه, الانواع اللي موجوده عندنا في الوادي الجديد او في الالمون او في الدخله. بص في عندنا اللي هو التعبان ده واخد بالك, ابو قرون, لا ابو قرون, والحاجه اسمها قرع او زريء ده تمام, ده يعني موجود بس ده سام, لا ادوكم مستمين يعني مش خطرين قوي. وفي اللي هي التعبان الكبرى اللي هم في الكبرى اللي طالع اليومين دول بقى منتشره بقى. منتشر لا يعني ايه اليومين دول حضرتك يعني مظهر في اخر سنه, ظهر قريب تمام. التعبان ده اللي هو اخطر السمام يعني مثلا ايه زي او البخاخ خطير تمام, ممكن يبخ عليه ده. هل عندكم منه من الانواع دي؟ لا بس ده موجود عندنا في الغطاء بس ما بيتقابلناش. لا انا قصدي ان موجود ان انت مخزن واحد. لا لان ده صعب استيعابه. في حاجه تانية ده ماشي وبطيء جدا تمام, ده بطيء جدا يعني ممكن او لو لمحنا او شفنا او حس بينا بيثبت مكانه تمام, او يدفن نفسه. انا كان نفسي اوريك الطريقه بتاعه ان هو يدفن نفسه ويدوب يبين بس عينيه ودماغه تمام, بس حاليا اكيد مش هيعمل. اكيد هنيجي نصور معاك في يوم تاني باذن الله. نورونا والله. تسلم. بس التعبان اللي هو الكبرى ده او الزريق زي ما بنقول او الاقرع ده سريع جدا, سريع يعني ايه, مجرد لمحه البصر بتبص عليه كده بيمشي كده, وده خطورته في سرعته. تمام, ان هو مش ميزه, ممكن يقعد سنتين من غير اكل يعني. ده بالظبط بقاله سنه ونص حاليا من غير اكل, وعايش وقوته زي ما هي وما هي. يعني ده بالظبط بقاله سنه ونص حاليا من غير اكل, وعايش وقوته زي ما هي وما هي. بس تسيبه بس شويه كده ياخد يسترجع قوته كده ويجري, ما يهموش تمام. غير التعابين الثانيه ممكن ما تتحملش الجوع والعطش والموضوع ده, ده بيعمل بياد شتوي من تقريبا من اول 9 تمام لحد اول 5, وممكن يطلع وما ياكلش ويخش مكانه تاني وما يطلعش عادي, مش بتفرق معاه, مش هتفرق معاه تمام. بس يعني بالعقد ما بنقدر بنشيل الاذى عن الناس وبننفع الناس يعني. استاذ احمد, استاذ عماد, انا بشكركم جدا على التغطيه دي, ويعني ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب والله, يعني ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم كده, ان انتم بتمنعوا اذى عن الناس, يعني دي حاجه مهمه جدا. ربنا يبارك لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.